إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن مشكلة بتحصل في النجيل. زي ما حضراتكم شايفين النجيلة ما شاء الله خضرة، ولكن هنلاقي في أماكن النجيلة فيها ماتت خالص زي ما حضراتكم شايفين. نعرف مع بعض السبب وإن شاء الله العلاج بتاعها إيه. زي ما حضراتكم شايفين النجيلة ميتة في المكان ده تماما، كان فيه نجيل ولكن النجيل ماتت. هنشوف مع بعض برضو نموذج تاني من فيلا تاني أو مكان تاني نفس النظام، النجيلة ماتت برضو في نفس المكان. زي ما حضراتكم شايفين برضو النجيلة ماتت، شغالة في جزء وميتة في جزء. زي ما حضراتكم شايفين، والسبب حضراتكم ان الشمس قليلة في المكان ده، يعني مش كفاية بتيجي شمس ولكن الشمس قليلة مش بالقدر الكافي. المكان ده بيجيله شمس ولكن قليل. شوفوا حضراتكم السور بتاع الفيكس عالي، الشمس بتدخل صحيح ولكن مش كفاية. فالمكان اللي فيه ظل او الشمس مش كفاية النجيل يموت. الحل ايه؟ الحل ان احنا زي ما عملنا في السور ده، هتشوفوا حضراتكم المكان ده كانت النجيلة فيه بتموت، فتم قطع الشجر من فوق، كان هو العلو ده، فتم قطع الشجر من فوق علشان الشمس تدخل. زي ما حضراتكم شايفين كده السور بتاع الفيكس ده اتقرط من فوق، يعني اتقص من فوق او اتقطع من فوق علشان الشمس تدخل للمكان ده. الجنب التاني هتشوفوا حضراتكم النجيلة شكلها ايه، بيدخل دلوقتي في ظل ولكن بيجي بعد كده شمس، الشمس ما شاء الله بتدخل وكفاية حوالي 5 ساعات في اليوم. فده العلاج، ان احنا ما نخليش السور عالي او المكان اللي فيه ظل، نقلل من الظل ده بحيث ان الشمس تدخل وتكون كفاية علشان النجيل يشتغل، خاصة لو المكان ده مشاية، يعني ممر. لو الممر المكان ده ممر بتاع الفيلا بتبقى مشكلة كبيرة. فالحل ان احنا نقطع الشجر نقصره شوية، ولو المكان ده ممر زي كده ممكن نعمل مشايات فيه، يعني نحط نجيلة نقصر الشجر ونحط نجيلة ونعمل مشايات من البلاط. هنوري حضراتكم، شوفوا حضراتكم هنا السور عالي فالسور ده يقصر، وبعدين عشان ده ممر ممكن نعمل مشايات زي اللي هنشوفها دلوقتي زي كده، ممرات او مشايات زي ما حضراتكم شايفين، بحيث ان احنا ما ندوس على النجيل ولكن ندوس على الحجارة او على البلاط. طيب لو انا مش عايز اقصر السور، يعني مش عايز اقص الشجر عشان في جيران هتكشفني، ممكن اكبر الحوض لو هو النجيلة قريب من الحوض اكبر الحوض، ولو النجيلة في ممر يعني بنمشي في المكان ده ممكن نعمل مشايات زي اللي شفناها بس ما يتحطش فيها نجيل. هنشوف حضراتكم مشايات تانية ما فيهاش نجيل زي كده، حضراتكم مشاية ما فيهاش نجيل، مشاية تانية، لان لو الشمس ما دخلتش كفاية النجيلة اللي انا هعملها مش هتطلع وهتكون بالمنظر اللي احنا شفناه في الاول. لو الفيديو عجب حضراتكم ياريت نشير الفيديو ونعمل اعجاب ونشترك في القناة لو مش مشتركين، وان شاء الله ننتظر مع فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.